السلام عليكم. احنا ان شاء الله هنبتدي نتكلم بداية من الفيديو ده عن موضوع مهم جدا اللي هو الجاز ليكويد سيبريشن. الجاز ليكويد سيبريشن ان هي عمليات الفصل بتعتمد على وجود اتنين فيزز اللي هو الجاز فيز والليكويد فيز، واهمها واشهرها واكثرها استخداما هو الديستليشن. الديستليشن تفاصيله كتير من حيث الحسابات، بيحتاج ان انا ابقى يعني عارف الحسابات دي بتعمل ازاي عشان اقدر استخدم الاسبن بلس. يعني الموضوع ده انا كنت شرحته قبل كده في كام فيديو، فانا هحط الديسكريبشن بتاعهم في او هحط اللينكس بتاعهم في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده. فياريت لو حد هيبتدي هنا، يعني لو هو مش فاكر الديستليشن كويس، يبص بص على الفيديوز دي، لان هي في حاجات كتير هنقولها في النص انا مش هيتشرحها تاني، لان ده هيبقى فيه يعني تضييع وقت شويه. فلو حاجه مش مفهومه هتبقى اتشرحت في الفيديوز اللي فاتوا دول. فبس يعني الحاجه اللي انا هبقى محتاج اقولها دلوقتي يعني نقطتين بسرعه هتكلم فيهم قبل ما نبدا ندخل في التفاصيل، اللي هم ايه الطرق اللي احنا بنفكر فيها او بنستخدمها واحنا بنحل. في شورت كات ميثودز، هي زيها زي الهيت اكسشينجرز. احنا كنا الهيت اكسشينجرز لو تفتكروا كنا اتكلمنا عليهم قبل كده، كنا قلنا ان احنا عندنا طريقتين. في طريقه الشورت كات ان انا بس بعمل حسابات بسيطه من بره كده، ما بخشش بقى انا عندي كام، لو مثلا بتكلم على عشان تيوب هيت اكسشينجر ما كنتش بقول هو في كام شيل باس وكام تيوب باس، ما كنتش بقول عدد التيوبز قد ايه، البافل سبيسنج، الكلام ده كله ما كنتش بجيب سيرته. فالشورت كات ميثود بتبقى برضو نفس الحكايه، ان انا هنا في الديستليشن انا مش ببص على الكولوم من جوه، انا ببص عليه من بره، بعمل حسابات مبسطه بحيث ان انا اقدر اشوف اللي داخل واللي خارج هيبقى زي ما انا عايزه ولا لا. بيعمل الستيجز بشكل عام من غير ما ابص على كل ستيج التمبرتشر والبريشر والكومبوزيشن عندها عامل ازاي، فما بقدرش اعرف جوه ايه الاخبار. انا بس بشوف معلومات عامه، زي انا محتاج كام ستيج، زي انا الريفلكس ريشيو اللي عندي هيبقى قد ايه، زي الفيد ستيج هيبقى فين بالظبط، الكلام ده، لكن انا ما بتكلمش عليها كتري تو تري. وهو ده لو حد برضه عايز يربط الموضوع شورت كات ده اللي احنا كنا درسناه قبل كده، ان هو ده زي بالظبط موضوع الجرافيكال سولوشن بتاع مكاب ثيلي دايجرام مثلا. فكرة الديجرام كان بيفترض فروض كتير، والفروض دي ممكن ما تبقاش مطبقة أو ما تبقاش مناسبة لحالات كتير. وعلى الأساس ده هو كان بيقدر يعمل معادلات بسيطة، معادلات كلها خط مستقيم، فيقدر يحلها بالرسم، إن هو يرسم خط مستقيم وخط تاني ويقطعهم مع بعض، يبقى ده الحل بتاعه وهكذا. فدي كانت الطريقة اللي هو بيشتغل بيها في مكاتب كتير للديجرام، فدي برضو كانت شورت كات ميثود. طبعا ساعتها كان ده كانت طفره في موضوع الحسابات الديستليشن، لان ما كانش فيه بقى كمبيوترز ولا كالكوليترز ولا اي حاجه، فكان ان انا اقدر اعمل اعد عدد الستيجز ولو حتى بشكل تقريبي باستخدام الرسم. ده كان يعني حاجه جميله جدا 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 في وقت كان الناس بيعملوا ديزاين، يعني ممكن عشان يعمل الحسابات التفصيليه اللي هي التري تو تري اللي هي بقى الريجورس ميثود، يعني عشان يقدر يعملها كان ممكن ياخد فيها اسبوع ولا اسبوعين بس علشان يعمل حساباته بالاتريشنز بالترايلز بكل الكلام ده، ويغلط ويرجع يصحح، ويبقى طبعا في فرصه ان في رقم من الارقام في النص غلط فيضرب كل الارقام بعد كده. فهما كان في الوقت ده مثلا بي 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 يعني اسهله ان هو يعمل اوفر ديزاين، يزود تريز اكتر عن اللي هو متوقعه علشان يضمن ان هو هيشتغل وخلاص. فساعتها كان شورت كات حاجه مهمه جدا، وما زال دلوقتي شورت كات مهم، لان الديستليشن ملوش يعني ملوش رينجز معينه لكل حاجه. يعني ريفلكس ريشيو ممكن في سيستم يبقى من حوالين واحد، ممكن في سيستم تاني يبقى 15، ممكن في سيستم تالت يبقى 7، فانا ما عنديش ارقام محدده، فانا بحتاج الشورت كات ميثود علشان اجيب ارقام تقريبيه اقدر اشتغل بيها في الريجرس ميثود، وده اللي هنشوفه ان شاء الله لما نبتدي. يعني ففي الريجرس ميثود بيبقى عندي معادلات كتير بحلها. المعادلات دي بتسمح لي بقى ان انا اجيب كل بقى البروفايلز جوه الديستليشن كولوم نفسه، وانا ببقى محتاج اعرف له حاجات اكتر، بما ان زي بالظبط في الهيت اكسشينجر انا في لما كنت بعمل بقى الديتيل ديزاين كنت بدي له معلومات كتير، هنا برضو هدي له معلومات كتير، لازم اقول له بقى الفيد عامل ازاي بالتفصيل، الفيد النمبر اوف ستيجز قد ايه، السيبريشن ريكويرمنتس قد ايه، الفيد ستيج ده
هيبقى فين بالظبط، الكولوم بريشر بروفايل هيبقى عامل ازاي. المعلومات دي انا لازم اعرفها له. هو بقى بيحل معادلات مع بعض، الماتيريال والايكوليبريم والساميشن والهيت. الساميشن ده ان هو سام اكس ايكوال 1 وسام واي ب 1 في كل الـ الستريمز يعني. فهنا انا ممكن اشوف البروفايل كبروفايل بقى يعني، ممكن اشوفه يعني اقول له وريني عند كل تري، وده برضو ان شاء الله هنشوفه في لما نحل الريجورس كولومز. عند كل تري هشوف هو البريشر قد ايه والتمبريتشر والكومبوزيشن بشكل تفصيلي جدا. طب احنا في اسبن بلس عندنا كام موديول؟ عندنا كتير الحقيقة، متقسمين زي ما احنا شايفين كده. دول الشورت كات كالكيوليشن مودلز او موديولز. ففي الشورت كات انا عندي ثلاثة، اللي احنا هنستخدمه اكتر هو يمكن الاثنين دول، او اللي هو الاستخدامات العادية بتاعتنا يعني الطبيعية، ويمكن ده اكترهم. الدي اس تي يو دبليو دوت هو بيبقى بيشتغل بطريقة شورت كات اسمها وين اند رول جيلليلاند ميثود. برضو هو من الحاجات المهمة اللي الناس تبقى فاهماها ان احنا ما عندناش شورت كات ميثود واحد، هو في شورت كات ميثودز كتير جدا، ويمكن ماكيب ثيلي مش هو احسن واحد فيهم، بس هو اول واحد فكان مشهور علشان كده. وماكيب ثيلي بسيط، فهو بيقدر يفهمنا بشكل يعني كويس العلاقات بين الحاجات وبعضها. يعني انا ممكن ببساطة من ماكيب ثيلي دياجرام اشوف الفرق، التأثير الريفلكس ريشيو على عدد الستيجز عامل ازاي، ان انا اشوف الايكوليبريم ستيج او الايكوليبريم كيرف ده لو اتغير هيأثر لي على الستيجز ازاي، ان انا اعمل ايه علشان احسن السيبريشن. فهو كويس ان هو بيفهمني الفيزيكال مينينجز بشكل بسيط، بس هو ما بيديش نتائج دقيقة. فهو يمكن الشورت كات ميثود اللي بيستخدم اكتر الوين اند رود جيرلاند ميثود. مش مهم نعرف هي بتشتغل ازاي، بس احنا بنعمل نفس الحكايه. هنا بعرف له ايه الكومبوننتس اللي انا عايز افصلهم عن بعض، وهو بقى بيديني زي ما قلنا المعلومات اللي انا محتاجها. فده انا بستخدمه اكتر، وده هنشوفه ان شاء الله النهارده، هنستخدمه اكتر في موضوع الديزاين، ان انا عايز ديزاين هيت اكسشينجر. الديست ال دوت هو يعني مختلف شويه، شورت كات ميثود مثلا، بس هو بيبقى بستخدمه في حاله الريتنج. يعني ايه ريتنج؟ يعني انا بديله السبيسيفيكيشنز بتاعه اللي هي المينيمم سبيسيفيكيشنز بتاعه الديستيليشن كولوم، واقول له شوف لي الكلام ده هيديني اوتبوت عامل ازاي. خلاص، فهو بي بي بيحسب حسابات بناء على المعطيات اللي انا مديها له، ومنها بيقدر يقول لي انا الاوتبوت اللي عندي هيبقى عامل ازاي. فهو بيبقى الفوكس بتاعه في الريتنج مش في الديزاين. ال SCF Rack دوت ده بيبقى نوع تاني، بيستخدم في انواع معينه من الكولومز اللي هي بتبقى يمكن ايه يعني معقده شويه، زي مثلا هنا بيستخدم في الاتموسفيريك والفاكيوم كرود يونتس. الاتموسفيريك والفاكيوم كرود يونتس دي بتبقى يونتس بتاعه الفراكشنيشن بتاعه الكرود اويل، اللي هو الزيت الخام اللي بيطلع من الارض لما بنيجي نفصله للمكونات المختلفه اللي فيه، وبيبقى فيه حاجات خفيفه جدا جدا، فبتبقى بتطلع زي الميثين والايثين اللي هو الغازات الخفيفه، والبوتاجاز اللي هي يعني الغازات اللي هي بتبقى متطايره يعني بتتطير بسرعه. وبعدها بيبقى في حاجات بقى زي الجازولين بتاع العربيات والديزل والمازوت وال اسمه ايه دوت وحول الجيت اويل الجيت فيول بتاع الطيارات، في حاجات كتير جدا. وبعدين بقى بتفضل حاجات اتقل لغايه لما نوصل للواكس اللي هو الشموع والاسفلت بتاع الطرق، بيبقى طالع برضو من الكرود اويل. فوجود الحاجات دي كلها مع بعض بيخلي فصلها صعب جدا، وبيحصل في كولوم بانواع مختلفه، فيهم واحد اللي هو الفاكيوم. يعني هو بيبقى كولوم سواء بقى اتموسفيريك ولا فاكيوم، هو بي بي بيبقى فيه برودكتس بتاخد من جنب كتير. يعني انا مش عندي توب وبوتوم برودكت بس، لا ده انا عندي برودكتس بتتسحب من نقط مختلفه في الكولوم، كل واحد فيهم بيفصل اطفه معينه. الاطفه دي بيبقى ليها يعني ايه مولكيولار ويت مختلف، او عدد من الكربونز في كل مولكيول مختلف عن الباقي. فهو ده بيبقى احيانا بيحصل اندر فاكيوم، او في حالات كتير قوي بيحصل اندر فاكيوم، علشان الحاجات التقيله دي درجه غليانها بتبقى او درجه غليانها بتبقى عاليه جدا جدا،
فانا لو سخنتها لدرجه الحراره العاليه دي ممكن اكسر الحاجات التانية، يعني اكسر البنزين واكسر او اسف الجازولين واكسر الديزل الحاجات فتبوظ. فانا بحتاج اقلل درجه الحراره اللي انا بشتغل عندها فبقلل الضغط. فالفاكيوم كرود يونت دي هي دي اللي انا بتكلم عليها. فهي دي برضو بتبقى التعامل معاها صعب، لان انا عندي سايد برودكتس كتير جدا جدا، والكونديشنز اللي انا شغال بيها صعبه، والكومبوننتس نفسها في فاريشن كبير قوي بينها، ومش مش متعرفه ان هي كومبوننتس عاديه، يعني ببقى معرفه ان هي جروب من الكومبوننتس. فساعتها بشتغل بقى بالنوع ده من الشورت كات كولومز يعني. كويس. بالنسبة للكولومز اللي بتعمل ريجورس كالكيوليشنز، في حاجات كتير، في المالتي فراك وفي البترو فراك وفي الريد فراك وفي الاكسترا اكستراكت اسف، يعني كل واحد فيهم ليه يعني شغل. انا يعني ايه لما نحتاجهم نبقى نتكلم فيهم، بس يعني البترو فراك باين من اسمه ان هو بتاع بتروليوم فراكشنيشن، هو حتى باين ان هو واخد واخد سايد برودكتس، وهنا بيقول لي كومبلكس سيبريشن اوبريشن ان اويل ريفايننج اندستري. كويس. فهو ده بتاع الموضوع ده. فلو عندي حاجه فيها فراكشنيشن لبتروليوم فراكشنز ولا حاجه هشتغل بده. المالتي فراك ده السمبل سيبريشن يونتس اللي كونكتد تو ايتش اذر، دي يمكن نوع مختلف شويه. ان انا عندي مثلا ثلاثه كولومز متوصلين ببعض، يعني انا مش عندي مثلا كولوم والكوندنسر والريبويلر، لا ده انا عندي كولوم بيودي الكولوم تاني، والتوب برودكت بتاع الكولوم التاني راجع للاولاني كان هو ده الريبويلر بتاعه. فهو بيبقى الموضوع مش سهل قوي. وهو هنا بيقول لك مثلا ده بيستخدم في الاير سيبريشن كولومز. الاير سيبريشن كولوم ده مش كولوم مشهور جدا، هو بيبقى اسمه لين دبل كولوم، يعني اتنين كولومز فوق بعض، الاتنين دول بيبقى الريبويلر بتاع الاولاني هو الكوندنسر بتاع التاني، فبتبقى الاتنين مرتبطين ببعض جدا جدا جدا. فده اللي هو الايه المالتي فراك دوت. خلاص، ان هو مالتي فراك ان انا عندي مالتي فراكشنيشن كولومز او مالتي كولومز يعني. واتكلمنا على البترو فراك. الريد فراك بقى هو بقى الـ ايه يعني، ده هو اول حاجه هنفكر فيها في الريجورس ميثودز. هو بيبقى بيدي يعني مرونه كبيره للي هيشتغل بيه. بيعمل حسابات كتير، يقدر يعمل حسابات ماس ترانسفير وهيت ترانسفير جوه الكولومز، او يعملها من ناحيه الاكوليبريم، ودي برضو حاجه هنشوفها. وهو بيبقى يعني ظريف، يعني هو بي بي بيقدر يحل انواع كتير من الكولومز زي ما هنشوف ان شاء الله. الاكستراكت ده بيستخدم بقى في ليكويد اكستراكشنز، ودي لما نحتاجها هنبقى نتكلم فيها ان شاء الله. كويس. بس فيعني ده الريد فراك برضو هنبقى حاسبها دي دلوقتي، هبقى اتكلم عليها لما يجي وقتها. وده بقى الاكزامبل اللي هنحله، هو اكزامبل بسيط شويه بس يعني ايه كبدايه كده علشان نقدر نحله. هنشوف الاول هنحله ازاي كشورت كات، وبعدين هنشوف لما نشتغل بيه كريجرس ان شاء الله نبقى نعمل فيه ايه. يعني هوقف دلوقتي ونبدا المره الجايه ان شاء الله. سلام عليكم.